اني جيت. السلام عليكم خاوتي واخواتي، واش راكم؟ اميريك لورتات لكم بفيديو جديد، فكره جديده. طبعا يا اساطير، اليوم عندنا مقطع اسطوري. فري فاير نزلت رقصه جديده مثل ما انتم شايفين امامكم، رقصه اسمها رقصه الاشباح يا اساطير، الاشباح العائمه. شوفوا حتى الاصوات اللي في الرقصه، اوكي. وكمان يا اساطير مسوين سكن اسطوري تبع ولد مثل ما انتم شايفين. طبعا يا اساطير اليوم راح نحرق شويه جواهر، نحاول انه نجيب السكن ونجيب الرقصه ونجربهم مع بعض. المقطع راح يكون جدا حماسي. لايك يا اساطير، لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه، اهم شيء حطوا لايك خلينا نوصل المقطع لاكبر عدد ممكن من اللايكات باسرع وقت. خليكم مع المقطع، ليست جو. ليست جو يا اساطير. اول شيء راح نسويه، راح ندخل هون الى اللاكي رويال يا صديقي ونبدا الحرق. مسوين اللفه ب 99 جوهره، وكمان مسوين توكن فيك انك تستبدله بدون بالرقصه والسكن والاشياء اكيد اللي حاطينها هون. الرقصه ب 20 والسكن ب 20، يعني مور غاليين كثير. بس يا شباب اكيد راح يعطونا التوكن، يعني راح تسوي كل سبين يعطوك توكن واحد، كل سبين يعطوك توكن واحد مثل الكريمينال، وراح تشوفوا. اوكي يلا 10 لفات على طول، لا تذكرني مره اخرى. يلا ليتس جو بسرعه البرق. او شيت، اعطوني توكن شباب مثل ما قلت لكم، كل 10 لفات راح يعطوني توكن واحد، واحيانا راح يعطوني يمكن 6 توكن او 8 او انت وحدك او 4. اوكي كمان الاساطير الحين اعطوني توكن واحد. هذا خلاص حافظت هذه الاحداث. اوكي بعد حدث الكريمينال حافظت. اوكي الحين اعطوني بظن 6 توكن. اوكي 1 3 4 توكن بس مش 6. يلا ليتس جو مره اخرى. 99 جوهره. طبعا يا اساطير اهم شيء في البدايه لازم انه يجيب الرقصه، اوكي، لانه انا عجبتني الرقصه اكثر مما عجبني السكن. اوكي يعني شوفوا شباب، اول مره يسبوا رقصه هيك فيها هذا الصوت الافكتات. اوكي بدي اشوف اذا هذا الصوت المخيف راح يصعد معنا واحنا قاعدين نلعب ولا لا. ليتس جو مره اخرى. 99 جوهره. اوكي يلا. اوكي الحين سويت لفه واحده يا شباب، لفه واحده اعطوني ولا شيء. ما بدي اسوي لفه واحده، 10 لفات على طول. يا اخي ليش بتعطوني سكن على طول هيك مباشره ب 10 لفات؟ والله تخيلوا شباب اوصل 20 توكن ويطلع لي السكن او الرقصه وبعدين اشتري واحد منهم بس. اوكي الى حد الان اساطير وصلت الى 10 11 توكن وصرفت تقريبا 1000 جوهره تقريبا. اوكي واحتمال اكثر من 1000 جوهره. ليتس جو. يلا يا اخي من الصبح واحد توكن واحد توكن، لحد الان ما طلع لي 4 توكن ولا 6 ولا 8 ولا. يلا نريد 4 توكن على الاقل يعني. ايوه شكرا. الحين اساطير طلع لي 6 توكن، شيء اسطوري. صارت عندي 19 توكن. ليتس جو راح نواصل اللف. شكرا اند شكرا اند 4 توكن. جي جي. الحين يا اساطير فينا انه نشتري اما سكين او فينا انه نشتري الرقصه. دقيقه نشوف السكين، اذا السكين يستحق راح نشتري، اذا ما يستحق ما راح نشتريه، لانه اهم شيء عندنا بالمقطع هو الرقصه. اوكي اخي والله الموسيقى اسطوريه تبع الهالوين دائما تكون اسطوريه. الجاكيت، السروال عادي، الحذاء عادي، الشمعة اللي برأسه عادي. الوجه عادي، الجاكيت يلا يلا سوينا. اوكي حتى الجاكيت يا اسطير اسطوري، مو 10 على 10 بس فيك انك تقول تعطيه 7 من 10 عادي ايزي. خلاص يا اسطير ما في داعي انه نجيب السكن، المهم انه نجيب الرقصه. الشراء على طول، يلا شراء رقصه الخوف، راح نسميها رقصه الخوف. يلا ليتس جو 20 توكن وراح نقدر نسوي له تزويد. نطلع من هذا المكان يا اسطير وندخل الى هذا المكان في الخزنه ونروح الى الرقصه. اوكي راح نسوي له هون شباب تزويد يعني بالرقصه الرئيسيه. اوكي يلا. والله يا شباب حتى بهذا المكان يطلعوا الاصوات، اصوات الاشباح. او شيت. يلا ليتس جو يا اساطير، راح نجرب الرقصه. وين راح نجرب الرقصه؟ وين راح نجرب الرقصه؟ وين وين اي دونت نو وين راح اجرب الرقصه يا شباب؟ راح اجربها بالديب الوحيد. لا يا شباب والله مليت بالديب الوحيد. يلا يا شباب نجربها بالجيم بلاي العادي صح؟ لا يلا نجربها بالتدريب يا اساطير. يلا جربها بالتدريب، احسن من جيم بلاي عادي واحسن من الديب الوحيد. يلا ليتس جو ارقص. شباب الرقصه فيك انك تمشي فيها، والله كنت متوقعها والله. يعني فيك انك تسوي الرقصه هيك وتركض ورا الاعداء هيك تسوي له. والله راح اخرج ادخل الدئب الوحيد يا شباب، بدي اسوي الرقصه واصير اركض خلف الناس. والله والله اسطوريه بمعنى الكلمه والله. يلا ليتس جو اساطير، راح اسوي الدئب الوحيد ونخيف بعض البشر. ليتس جو. اوكي اساطير والله بظن انا ملاحظ انه الرقصه يا اساطير يعني اسرع من الرقصات اللي تسويها وانت ترقص. اوكي يعني ان تركض وانت ترقص، بس هذه الرقصه يا اساطير احس انه شوفوا شباب بيركض بشكل سريع والله. شوفوا راح اخيف كل البشر. كمان
يريد قتل الإنسان كامل مع أشباحه المشبحة. يلا ليتس جو. شوفوا شباب معي أربعة أشباح أوكي في ظهري يمشوا معي. يلا يا أشباحي العزيزة وير أر يو؟ أوكي خلفي. والله يا شباب الرقصة أسطورية 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 بمعنى الكلمة. أنا أعطيها، أنا شخصيا أعطيها 10 من 10 بمعنى الكلمة. أوكي يعني الفكرة في الرقصة أسطورية. والله فري فاير بظن إلى حد الآن مسوينا يمكن 4 رقصات فيك أنك تسويهم وأنت قاعد تركض. أوكي يعني بصراحة يا شباب من ناحية الرقصات اللعبة تطورت شوي، بس من ناحية سكنات لسه ما تطورنا للأسف. يعني تزولوا سكنات أسطورية. يلا ليتس جو وير أر يو. لا كمان لا تصمت معنا. ايه والله كل واحد من الاشباح يدخل في جسدك ويقتلك. لا شباب يريد قتلي انا واشباحي. ارجوك الرحمه ذوي ميد كيت كمان. جاءك الصحراوي واشباحه. لا لا تصمت معنا. فوق جثتك. والله يا شباب الرقصة أسطورية 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 بمعنى الكلمة. عندي زمان ما لعبت فري فاير لهيك أنا متحمس جدا جدا جدا. ليتس جو. وني جيت أوشن. حتى انت ميت ما راح اتركك. والله بصراحه اساطير انتوا اكتبوا لي رايكم في التعليقات، شو رايكم في هذه الرقصه الجديده. انا بصراحه يعني شخصيا اعطيها 10 من 10 يا اخي. لو في علامه اكثر من 10 من 10 راح اعطيها عادي، ما عندي اشكال. اوكي لانه بصراحه الرقصه تستحق. شوفوا حتى الصوت والايفكتات، يعني هيك رقصه بسيطه مو مسوي فيها اشياء غريبه. لا يلا. والله يا شباب جلدتوا انسان كامل متكامل بابا نويل. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو شباب مرة أخرى. والله أنا اليوم متحمس جدا 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 جدا، لازم أني نلعب مرتين. أوكي بداية راح نشتري الأسي 8. جاءك الصحراوي. يلا ليتس جو. وير آر يو؟ قاعد يتيمني شباب خلاص هذا عرفني. أوكي دقيقة أشوف اسمه. واو إنه بالنار. كمون جاءك الصحراوي بالأشباح. وشكله كيف يا شباب. يلا يلا مرة ثانية مرة ثانية يا صحراوي أنت تستطيع. كمون. قاعد تضرب. أوكي ويلكم. فوق جثتك. الحين هو اللي راح يختار أسلحة، أكيد راح يختار ديجل. اي ام بي. واو انه يلعب بجد يا الهي. يلا ليتس جو شباب. لو يختار اي سلاح راح اسوي له. يلا اشباح الصغار بنستعمره. تشوت كمان. كمان. الصحراوي لا يتم هزيمته بالاشباح. شباب طبعا انا لما العب ضد الخصم اشباح هذوك اولادي اللي انتم شايفين هذوك يروحوا يستعمروه، فهمتوني، يدخلوا في جسده بعد انا اشتدوا. اي لحد الان لسه ما دخلوا في جسده. روح ادخلوا في جسده. روح مات مات. شباب اكتشفت شيء اسطوري في هذه الرقصه. اوكي يعني لما تسوي الرقصه وتقترب من الانسان ما راح يسمع صوتك وانت قاعد تمشي. اوكي شوفوا قاعد اطير في السماء، فهمتوني، ما قاعد يسمع صوتي ابدا وانا امشي، ما يعرفني من وين راح يجي ابدا، فهمتوني كيف. والله يا شباب رقصه الاشباح راح تمشي على طريقه الشبح بمعنى الكلمه. ليتس جو. يلا ديجل وان شوت وانتهى الموضوع. انطلق. والله يا شباب الرقصة أسطورية جدا 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 لدرجة ما راح تتصورها أبدا. أوكي مستحيل راح أشيلها من مكان الرقصات تبعي، هذا مستحيل راح أشيلها بمعنى الكلمة. المهم يا أساطير لهوك قد وصلنا إلى نهاية المقطع، أتمنى المقطع يكون إعجابكم، لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا في القناة، اكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم في هذه الرقصة، والناس اللي جابت الرقصة اكتبوا لي في التعليقات كم كلفتكم جوهر مشان جبتوا الرقصة. أنا الحين شباب صرفت تقريبا 2000 جوهرة مشان جبت هذه الرقصة للناس اللي تحب أنه تصرف جواهر. المهم نشوفكم بالمقطع القادم يا أساطير، أنا رحت.